بنات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطاجين بالخضره والهبره ديال الحوت في هذه المقله اللي كنت خديت مع هذه السيده اللي وريتكم في اللايف. كما قلت لكم خديتها ب 60 درهم وخديت معها عندها الغطا خديته ب 20 درهم واخا الغطا جاني شويه كبير غنرجعوا لها باش تبدلوا ليا. المهم حنا دابا سخناها كما كتشوفوا كتسخن دغيا دغيا بسم الله. غادي نديروا الزويته كما كتسمعوا الزيت سخنات. وهنا عندي هنايا طحنت مطيشه والربيع والثومه بسم الله نديروها تتقلى. وبالنسبه للعطريه عندنا كمون البزار التحميره سكينجبير الخرقوم ديال عفوا المليحه غنديرهم هنايا صافي وغادي نخلط هذا الشيء. ملعقة خشبية كما تشوفوا هادشي دغيا كيسخن غنخليها معاكم حتى تشوفوا كيفاش كتسخن دغيا و كتقلى. كما تشوفوا راه سخونة نخليوها تتقلى. كما كتشوفوا معايا دغيا تبارك الله بدات كتقلى. غندير شويه ديال الثومه بودره نتوما يمكن تحكوا غير درس ديال الثومه صافي تبارك الله. هاد الطاجين هذا غتاكلوا نتوما وجيرانكم وحبابكم. وعندي هنايا خيزو مقطع رقيق غادي نديرو بحال هكا غادي نسلحو. تبارك الله هاد المقله راه كبيره تبارك الله القطر ديالها شي 40 تقريبا لا 45 نظن انا 45 تقريبا القطر ديالها. وهنا عندي واحد كيلو لارب ديال الهبره ديال الحوت غادي نحطها بحال هكذا. عندي الفلفلة انا كنسرح كلشي عشوائي اللي عندكم في الدار يمكن لكم ديري صافي. غنديرو دوائر ديال البابا كما كتشوفو. سلقنا هذه البطاطا دابا عندي جوج مطيشات مغسولين غادي نقطعهم قطع دوائر. هنا بدات الطويجين هذا جبتو مباشرة معكم. أنا مكنتش غنصورو الصراحة في آخر لحظة قلت علاش منشاركش معكم الفكرة. أنا عجبني هاد الطايلة هاديك ديال الطايلة كطيب بسمن بطبوط بغريب الصراحة متنوعة الإستعمالات. قلت اليوم غنجرب فيها الطويجين ونشوفو كيفاش غادي يجي. بحال هكدا نقطة الحامض دوائر غنخلطو هاد من هدا وغادي نروي بالما. أنا عندي ما مسموح نروي من الجناب صافي ونسد عليها. مغنديرش بزاف غنجيب المقلة لي وريتكم شي زي عطات عليا كبر من هادي شوية غادي نبدلها ليك معانا. هي هادي وغادي نخليه تيبدا يغلى ونوري ليكم وغنمشيو دقة دقة. البلاص كيما كتشوفو تبارك الله
شوف كي بدات كتغلي مزيان بحال طايف في الطنجره ولا طايف فوق البوطه. شوف ما شاء الله كما كتشوفوا معايا غنحاول نحل لكم الغطاء. شوف تبارك الله انا من واحد شويه غنزيد ليه زبيتينات. الله يلا زوينه تبارك الله صدقات ما شاء الله. البنات اللي بغات شي وحده تمشي عند حنان راه وريتكم فين كاينه كتجيب هادشي كتجيبو بزاف. الغطا واخا جاني كبير بالعكس انا عجبني جاني زوين. صافي غنخليها تغلى وهاهي معاكم حتى نوجدوها نديرو لها زويتينات وحنا معاكم. الناس كما كتشوفوا تبارك الله ها هو بدا تيطيب. انا دابا غنخلي الزويتينات الزيتون اللي عندكم ديروه زيتون حمار زيتون ابيض ولا ديال البلدي. صافي واحد 10 دقائق صافي يكون عندنا طاجين واجد وصافي كما كتشوفوا غنخليه حتى يبكى فحال هكا حاله حاضره وانتم معانا. كما قلت لكم غنخليو 10 دقائق حتى يوكح باش تشوفوا تبارك الله الجهد ديالها وطيبها ثقيله. يمكن لينا نديرو فيها بايله دابا نجرب معكم ندير فيها بايله بالروز. يمكن لينا نديرو فيها بزاف ديال الحوايج يمكن لينا نطيبو فيها المسمن ديال الرفيصه نطيبو فيها كذلك الملويل البطبوط تتفكر لكم شنو اخر. يمكن لينا نديرو فيها حوت على شكل لاطه ندير جوج حوتات صغار ونديرهم مع الخضره ومطيشه وفلفله حتى هما كذلك يجيو زوينين. يعني بزاف الافكار باش يمكن نفكروا فيها باش نستعملوا فيها هذه المقله هذه. اه فكرتوني يمكن لينا نطيبوا فيها بيتزا بيتزا سائله يمكن لينا كذلك نسخنوا فيها الاكل اللي كيبقى عندنا. يعني زوينه بزاف صراحه عجبتني انا غنخليها حتى يمكن مزيان وانتم غتشوفوا مباشره معكم. ويلا تبارك الله شوف دابا انا غندا نحرك فيها شوف الدغميره كيفاش دايره الناس كتوكع صراحه بحال شي كوكوت. يعني مثلا تقطع لكم الضو دابا تقطع سالي لكم بوطه ديال الكاز صافي يمكن لكم تستعملوها ولا كنتو مثلا مسافرين ديوها معاكم يعني تنفعكم بزاف. راه كتجيبو دائما هذيك السيده تجيب احجام مختلفه وباش كتعجبني هذيك السيده مقناعه يعني ماشي انسان طماعي يعني كتساوي معاه صافي كتخلي لك بواحد الثمن رخيص بزاف. صافي هو بقى لينا دابا غير واحد 5 دقائق صافي وغادي يوجد معنا الطاجين. نبغي مع خبيز ديال القمح حتى هو قريب يطيب. لا تبارك الله تتقلم إذا ما كطيب بسرعة صراحة يعني المدة دابا تقريبا واحد 20 دقيقة باش درتو. كما قلت لكم أنا في آخر لحظة عاد باش فكرت أنني نسجلو يعني داك الشي اللي عندي باش قديت بالطاجين وصافي غنخليوه حتى يكمل وأنا معاكم. Thank you.
وهو الطاجين ديالنا وجد. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوا الطريقه، يعني يمكن لكم ديروها غير في مقله ولا في طاجين، وبالصحه والراحه. واللي بغاتو مرحبا بها، انا نوجدوا ليها في هذه المقيله هذه، ومع السلامه.